كره الى حمد المنتشري امامه نواف العابد. حمد ما يزال يحتفظ الكره، ضغط الان من نواف العابد، مقطوعه الكره، سالم الدوسري، سالم يتقدم، خطا لصالح الهلال، ملعوبه ياسر، ياسر الله 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 يا السور، الله يا ياسر في الدقيقه 23، هدف مرسوم رسم، هدف جميل، وياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو، ياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو بعد ما غير اللوك، بعد ما حلق على الزيرو، جاب هدف رابع في الاتحاد، هدف بالعقل، هدف لاعب خبير وكبير، هدف جاء بعد غلطة خبير آخر في الاتحاد وفواز القرني يتفرج عليها. هذه كرة سالم الدوسري، وهذا ياسر اللي لف ودار ولعب كرة ساقطة تماما جميلة، بعد أن سجل في موسم 2009-2010 في مرمى الاتحاد يسجل هنا هدف ياسر القحطاني ويعود للتسجيل في مرمى الاتحاد بعد سنتين، ويعود بهدف من الأهداف المتقنة، من الأهداف الجميلة، من الأهداف التي تصنف من الروعة بمكان